الحال ديالو، لكن الامل يبقى كبير وكبير وكبير جدا، وكل جديد سيتم اخباره في الحين. مع كل ما قربت المسافه راح غنطلعكم نقول لك شحال وصلت المسافه باش تكونوا على بين. حوايج امطار المده الزمنيه صعيب تحكم فيها، كنتمنوا من الله واحد شويه كما قلت لكم التقنيه ديال الحفره شويه فيها واحد التريض، كنتمنوا من الله ما تلقاناش شي صخره، حيت الصخر هو اللي كيأدي هو اللي كي هو اللي كيعقل العمليه. شحال حاليا تقريبا مده ثلاث ايام هي اخر مره باش نستعبر على انه باقي على قيد الحياه. قلت لكم راه صعيب تجد الحاله ديالو، لكن الامل كبير وكبير وكبير جدا.